ملح، حلو ده. ونحط البروهاية البوري في البلاص ونقفله ونركنه قد حوالي 6 7 سنين، ونفتح بعد 6 7 سنين الورثة يفتحوا ويطلعوها. هو انا هعمل دي عشان 7 6 سنين يجوا اوراثي يفتحوها وياكلوها. يا سلام. طبعا هي الأكلة كده، هي طبيعة الأكل، يطلعوا الفسيخاية بعد 7 سنين ويحطوا خل وبصل وياكلوا بقى، ودايما بناكلها في شم النسيم. طب دي الفسيخية دي ما بتنشويش ما بتنقليش؟ لا هي ونية، لما احنا نحطها في البلاص الملح يسويها على مدار السنين، اوه ماي جاد. فنبتدي بقى ناكلها. اسمها الفسيخ، ايوه طيبة، انت دقتها قبل كده؟ طبعا دي احلى اكلة، دي اكلة احنا وارثينها عن القدماء المصريين. والله حلو جدا. يعني احنا وارثين الاكلة دي عن القدماء المصريين، كانوا دايما يعملوها. ليه بقى؟ لان قدماء المصريين زمان كان عندهم خير، فكان يجي السمك ده كتير فيبقوا مش عارفين يعملوا فيه ايه، ايوه فقوموا يخللوه عشان ينفع للسنين اللي فيها جفاف بس هلا السمك، فكان يعيش. اوكي هلا السمك فيه بكتيريا كتير. ما هو ده البكتيريا، هو ده البكتيريا، ما هو المعدة بتاعتنا احنا بناكل البكتيريا ومتعودين عليها، فالمعدة زي كده ما بايه ما بناخد المصل. انا زي عارفة. مثلا لما جه كورونا اخدنا حقنة كورونا الأول، وبعد كده أخذنا المضاد، فإحنا كمعدة مصرية متعودين على البكتيريا، ناخد البكتيريا وناخد المضاد بتاعها. إيه هو بقى مضاد البكتيريا؟ البصل والليمون. الله البصل والليمون هو مضاد البكتيريا، فمهما ناكل فسيخ ما يحصل لناش حاجة. ما شاء الله عليكم قويين والله. ده المهم ليه بقى اتسمى فسيخ؟ مرة تكتك رع ده كان من قدماء المصريين، الأسرة ال19، بعد ما أكل وجرب وكسر أول بلاص بقاله 7 سنين وأكل أول لقمة من الفسيخ، قال الله ده فشيخ. فشيخ يعني جميل. إذن فصارت التقليد وتحولت كلمة فشيخ لحد ما وصلت لنا بقيت فسيخ. وفي بقى أولاد خالته الأكلة دي، في ملوحة. ملوحة كمان برضو سمك ولا ايه؟ سمك، بس السمك الصغنن بقى، ابن السمك الكبير بتاع الفسيخ. سلمون. وفي سلمون. اوكي وفي بقى الرنجة. الرنجة. الرنجة دي ايه؟ الرنجة ده نوع من أنواع السمك الطويل الحلو ده، تمام؟ سمك كبير ولا صغير؟ سمك طويل كده حلو، تمام؟ يتحط في الملح برضو، بس ما بيقعدش 7 سنين، هما 6 شهور وخلاص. 6 شهور برضو عقبال ملح. ما تتلم فيه البكتيريا. بس ده بقى بيتعمل إزاي؟ بيتشوح على النار. ده بي 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 بتشوى بينشوى ما ده مش بيتشوى، بيتشوح على النار. بيتشوه. يعني تمسك الرنجاية كده وتولع لها مؤاخذة البوتاجاز وتقوم مشوحاها كده، فيدوب الجلدة تتحرق بس هو بس كده وتاكليها بقى، زي السمك المدخن. اها شوية بس شوية يدوبك تتلسع النار، وتكوني بقى محضرة فضلة خيرك بقى ايه، سلطة الطحينة. تقومي تنقعي في سلطة الطحينة وبالهنا والشفتش. هذا بقى محروق اصبعته عنا بالسوري متبل. متبل. وعندنا بقى المش. هو ايه المش المش؟
المشي ده ده ايه؟ موضوع تاني بقى. المشي ده ليه بقى؟ ليه؟ كل بلد بتتميز بالجبنة بتاعتها. يعني مثلا الدنمارك تتميز بالجبنة الرومي الفلامنكو، احنا في مصر نتميز بالمش، نوع من انواع الجبنة اللي بنجيبها برضو ونحطها في نفس البلاط ويقعد 7 سنين لحد ما يدوب. هو 7 سنين ليه؟ ليش مثلا مو 6 سنين؟ عقبال ما البكتيريا تنتشر وتتكاثر في قلب البلاط. طيب حلو، كمل المش المشي. ده بقى اي حاجة في البيت ممكن تحطيها فيها، يعني مثلا شوية شرش لبن ترميها، شوية زبدة، شوية قشطة، جبنة، اي حاجة تحطيها في البلاط ده بيبقى ثروة قومية بالنسبة للبيت المصري، ويعيش 7 سنين. وتفتحي بقى البلاط وتلاقي الدود بيطلع، تاخديلك كعب كده بيبقى لونه اصفر، ويا سلام عليه بقى، يا سلام عليه بقى بشوية زيت وطماطم. بس انت ما ينفعش تاكلي الاكلات دي، لو اي حد غريب مش مصري لو كل حاجة زي كده يموت. لا انا اذا شمتها هموت. لكن احنا ناكل الحاجات دي لان المعدة بتاعتنا متعودة عليها. يعني مرة واحد اخذ معاه بلاص وطلع الطيارة. بلاص هو الفخار صح؟ الفخار كان في فضل خيرك، مش احنا قطعنا العلاقات الدولية الدبلوماسية ما بيننا وبين الدولة دي بسبب المش، ليه؟ افتكروها مفخخات. لا ما لهمش حق على فكرة، يعني ايه ده؟ ده البلاص صغير. قالوا دي قنبلة، قالوا عليها قنبلة بكتيرية. لا ما لهمش حق بصراحة. هو الأكل المصري محدش ياكله غير المصريين، ما شاء الله عليك. لكن اللي انت حد تاني ياكله مش هينفع. دي من ضمن الأكلات المصرية اللي تودي في داهية، لا دي مش بس هتودي اللي في عنده الضغط داهية، ما هي ياكلهاش لأن الحاجات دي بتبقى مملحة قوي فبترفع الضغط. فيها كثير توابل ولا بس ملح؟ طبعا بس هي بتتعمل بالملح، بس لما تيجي تاكلها بقى ممكن تحط عليها التوابل اللي انت عاوزها. والله ده احنا بس لو كان الحاجات دي نادرة وغالية، كل ما الحاجة تعفن كل ما سعرها يغلى. المعفن عندنا ليه سعر. الله، والله الله. ايه ده؟ جميل. والله المعفن عندنا ليه سعر، والله العظيم، والله مش مجرد كلام. يعني دي من ضمن الأكلات المصرية. الطعمية بقى اللي بياكل طعمية عندنا لازم معدته تكون كويسة، يعني يختبر معدته، لأن مش أي معدة بتهضم الطعمية. بالطعمية دي ايه؟ عبارة عن ايه؟ الطعمية من الفول والفول من الطعمية، فول. شوية كرفسة على خس على شوية توابل، وأهم حاجة في التوابل دي الفول، وبيطحن كله على بعضه فبيديكي مادة خضراء، تاخديها وتطشي في الزيت تطلع بقى ناشفة كده، محروقة وناشفة. طعمية الفلافل زي الفلافل صح؟ هي الفلافل. ها اوكي، دي كويسة، دي ممكن لو اكلها بس. الطعمية دي مش موجودة اليوم ما يمشيش. حلو، الله. يعني لو ما فيش فول وطعمية الصبح ممكن شركات تقفل. لازم، اي لازم. موضوع ليها بورصة لوحدها. طيب في مشروبات خاصة عندكم بمصر انه بتسووها بطريقة خاصة الشاي، غير الشاي؟ لا الشاي بكل دولة، بس اذا لا في مشروب ده الشاي ده موضوع. الشاي عندنا اسمه التوت
وشاي رفيع وشاي تقييم. التوت التوت، توت أو تقعد على قهوة كده تقول له هات شاي رفيع. هاد شي رفيع يا يلع. أيوة هات شاي رفيع. شكرا يا مار، هات شاي رفيع. بعد قاسم قتلتوني يا وعصير القصب، عندكم عصير قصب؟ ايوه عندنا قصب السكر اه ده مفيد قوي قوي. ايوه ايوه عندكم انت عندنا القصب وعندنا تمر عندكم وعندنا بقى عصير البرتقال بالجزر. وعندنا برضو عندكم متة مشروب اسمه متة. لا احنا عندنا بقى مفتقة، ايه دي مفتقة دي؟ حاجة عاملة زي المربى كده. لا هاد المتة مثل الشاي بس بتيجي هيك أعشاب. بنحط فوقها مي سخنة وشوية سكر بنقعد نشفطها بالشريمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس لا حول. لذيذة قوي والله. يعني دي فخامة، دي يا أطيب أخي حاجة. أنا كنت قاعد في مطعم وواحد صاحبي طلب فتوش، ايوه شوية خس وبقدونس، صح؟ الفتوش آه عامل زي السلطة كده، سلطة بس فيه خبز. كان طعمها وحش قوي يا أختي. لا كتير طيبة كتير، بس انه بجوز هلا حدا عن حدا بيفرق انه بيسووها بطريقة مختلفة. أكيد أكيد. السحلب، عندكم سحلب؟ عندنا سحلب ايوه أيوه. عليكم. عندكم عرق أسود؟ عندكم تمر هندي؟ آه. عندكم كراوية؟ ايه دي؟ دي حاجة بنعملها للعيل الصغير عشان بطنه ما توجعهوش، اسمها كراوية. نبعت لكم، والله نبعت لكم. لا يمكن عنا، بس عنا بيختلف الأسامي تختلف. ممكن. هي مجموعة أعشاب. عندكم مغد؟ عندنا برافو عليك. أيوه. عندنا أيوه. عندنا أنا اتشرفت فيكي، وما تبقيش تبغي ما تبقيش تبعدي عننا تاني، ولازم أن تزورينا كده. الله يسعدك يا روماني. أنا كمان ربنا أتشرف يخليكي يا إليني. كل ربنا الاحترام والله. يخليكي. بأمان الله الله يخليك، الله يديك يسعدك. الصحة، مع السلامة، تصبحي على. لو أنا أعزائي المشاهدين، بعد ما اتكلمنا عن كل حاجة نصل إلى نهاية البرنامج. لكم مني كل الحب والاحترام والتحية. الحمد لله كان لايف هذه النهاردة، مفيش الأسئلة التعقيدية بتاعت كل مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبر أثير